مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج أطفال الدار اللي يطلع عليكم كل يوم خلال شهر رمضان. قناة الظفرة وبمناسبة الشهر الفضيل تقدم لكم كل يوم وكل ساعة كاملة من المرح والمسابقات والجوائز. تحية كبيرة لأطفال الدار، الأطفال اللي ما شاركوا ويانا الأيام اللي طافت يمكنهم المشاركة اليوم وكل يوم من خلال الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة والفوز بجائزة نقدية. أما أصدقائنا اللي يبون يشاركوا ويانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج أطفال أندرسكور الدار وفيسبوك أت الدفرة تيفي. سؤال حلقة اليوم يقول: ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله صح؟ شطورين، وراح يتم الإعلان عن الفائز في حلقة الغد. أما بالنسبة لسؤال حلقة الأمس واللي كان: من أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، والإجابة الصحيحة هي الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. صح، وانتم شطورين، وراح نتعرف على الفائز بجائزة هالسؤال في نهاية حلقتنا اليوم. أما هالحين خلونا أنا وصديقي المهرج أنيس المحبوب نرحب بضيوفنا الصغار الموجودين معانا في الاستديو. يلا يا أنيس. شو اسمك حبيبي؟ عبد الله صالح. عبد الله صالح، كم عمرك؟ 10 سنوات. ما شاء الله، في أي مدرسة؟ منار اليمن. أي صف؟ رابع. صف قولة. شو اسمك حبيبي؟ محمد صالح. محمد صالح، والنعم يا محمد، ما شاء الله عليك كتكوت. كم عمرك؟ 9 سنوات. 9؟ متأكد؟ أنت تبين أصغر ما شاء الله. في أي صف أنت؟ ثلاث سنوات. صف قولة، سمعونا تحية. شو اسمك حبيبي؟ خطاب. خطاب، كم عمرك؟ 11. العمر كله يا خطاب، متحمس ما شاء الله عليك. في أي صف حبيبي؟ في أي مدرسة؟ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، أي صف؟ رابع. صف قولة. وأنتِ يا أمورة؟ وجدان. وجدان، حلو ما شاء الله اسمك. كم عمرك؟ 13 سنة. العمر كله، في أي مدرسة؟ الأقصى الخاصة. الأقصى الخاصة، في أي صف؟ صف الثامن. صف قولها وحيوها. كم عمرك حبيبي؟ محمد جمال اسمي. محمد جمال. زين، انا حبيت ابدا بعمرك. طيب محمد جمال، كم عمرك؟ عمري 9 سنوات. والعمر كله يا ربي، في اي مدرسه؟ منار الايمان. منار للايمان، واي صف؟ صف ثالث. صف قوله وحيوه. وبعد ما تعرفنا على اطفال الدار باستوديو قناه الظفره، مع بعض نبدأ فقرتنا الأولى، اربطوا الأحزمة. ورجعنا لكم أطفالنا الأعزاء أطفال الدار، وقبل ما نبدأ فقرتنا نذكر أطفال الدار اللي قاعدين يشوفونا في منازلهم بأرقام البرنامج حتى يتصلون ويفوزون معنا بجوائز نقدية. أما بالنسبة للمشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك أطفال أندرسكور الدار وفيسبوك أت الدفرة تيفي، فسؤال حلقة اليوم يقول: ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحين خلونا نتكلم أنا وأطفال الدار اللي موجودين في استوديو قناة الظفرة عن قيم الشهر الفضيل، لأن في رمضان يصحح الصائم الكثير من أخطائه ويقوم نفسه على أحسن خلق ويتحلى بصفات كريمة، حباً في الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين هاي الصفات
الاحترام. طبعاً احترام الكبير واحترام الصغير. هالحين تعال أنيس هني عند صديقتي، كلميني عن الاحترام، شو تعرفين عن الاحترام؟ العطف على الصغير والاحترام الكبير. يجب على الصغير أنه يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير. إذا غلط الكبير أنه يحترم الصغير والثاني كلهم يحترموا بعض ويتفاهموا مع بعض. صح كلامك، يعني تقصدين أن الاحترام لازم يكون من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير. والأولى لازم الصغير يحترم اللي الكبير. أكبر منه. ليش؟ لأنه واجب. واجب. وثاني شيء لأن اللي أكبر منه يسبقه بخبرة وأكبر منه سناً، عرفتي؟ فالمفروض دائماً إحنا نحترم اللي أكبر منه. صح؟ وصف قولها. ونشوف صديقنا محمد شو تقول حبيبي على الاحترام. الاحترام يعني مثلاً أنا أحترمك وأنت تحترمني، شو معناته؟ مثلاً احترام متبادل بين الناس المسلمين والأشخاص جميعاً. صح، ما بين المسلمين والأشخاص جميعاً. صح كلامك. وبعد حبيبي خلاص صف قوله. خطاب يا خطاب، ما شاء الله عليك شديد أنت يا خطاب. شو تعرف حبيبي عن الأخلاق؟ الاحترام، إن الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير. صح سمعتوا؟ إن شو؟ عيدة مرة ثانية. الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير. صح كلامك. وبعد شو تعرف حبيبي عن الاحترام؟ صارت لك مرة سالفة مثلاً في المدرسة أو شيء إنه صديقك اللي معك بالصف ما احترمك؟ إيه. قول لنا عنها. مرة كنا نلعب في ديزني ويقول لي بعد، قلت له احترم نفسك. دزك يعني سوالك كذي؟ إيه. أوف، وعورك؟ لا. الحمد لله. وبعدين شو صار؟ بعد الأستاذية وفارق بيننا. الأستاذية؟ وشو سوى؟ فارق بيننا. فارق بينكم. انزين وبعدين شو صار؟ اعتذر لك؟ ايه. اكيد ولا إيه؟ لانه خاف من المدرس؟ لا اعتذر لي. اعتذر لك لانه يحبك صح؟ ايه. حس بالغلط. سمعتوا يا اصدقائي الاطفال، الاعتذار من سمات اخلاق المسلم، والتسامح والاخلاق الطيبه، ولازم نحترم اللي اكبر منا واللي اصغر منا. انت شو تقولي على الاحترام؟ لو اخوي عبد الرحمن هذا اخوي عبد الرحمن كبير هذا احترم علي، انا اقول له اسف. صح. وبعدين يا محمد؟ واخوي الثاني لو ضربني بعد. كم عندك اخوان حبيبي؟ كم عندك؟ اربعه. ما شاء الله اربعه. انت اصغر واحد يحترمونك؟ يضربونك شوي؟ ما تسوي مشاكل؟ أبدا؟ طيب أنت المفروض تحترمهم صح؟ أمك شو تقول لك؟ أمك شو تقول لك؟ أو أبوك شو يقولون لك؟ أمك تقول لك لازم تحترم إخوانك اللي أكبر منك صح؟ ما ترفع صوتك عليهم أبدا؟ ما تقول كلمة؟ قول كلمة غلط؟ ما تسب أبدا؟ ما تشتم؟ تحترمهم؟ لما مثلا تقوم الصبح من ارقاد وتشوف اخوك رايح مثلا يتوضا او شيء، شو تقول له؟ صباح الخير اخوي صح؟ سلم عليه وتقول له صباح الخير قبل لا ترقد. شو تقول للي اكبر منك؟ تصبحون على خير صح؟ هذا نوع من الاحترام حبيبي. يلا صف قوله. عبد الله يا عبد الله، شو تقول لنا يا عبد الله عن الاحترام؟ الكبير لازم يحترم الصغير والصغير لازم يحترم الكبير. صح. قل لنا قصة صارت لك سالفة مثلا في المدرسة ان حد مثلا ما احترمك او غلط عليك، او حد اكبر منك في المدرسة شافك انت اصغر منه واستقوى عليك، صارت؟ ابدا. طيب تحترم اخوك اللي اكبر منك؟ تسلم عليه الصبح؟ تحب على راسه؟ شو تقول له؟ صباح الخير. صباح الخير. ولا السلام عليك اخوي صح؟
ولما يقول لك كلمة يقول لك لا تروح هالمكان، لا تطلع، لا تلعب هني في هالمكان، تسمع كلامه؟ صح؟ ليش؟ لأنك لأن أخوي الأكبر، أخوك الأكبر ولازم وواجب عليك أنك تحترمه، صح؟ ولأن أخوك اللي أكبر منك حبيبي إذا قال لك لا تروح لهالمكان معناته هو يعرف أن إذا رحت هالمكان راح تتعور أو يصيبك شيء، وأنت مخك بعد صغير هو أكبر منك، فلازم شو نسوي؟ لازم نسمع كلام اللي أكبر منا، سواء أبونا، سواء أمنا، سواء أخواننا، صح؟ إذا قالوا لنا لا تسوون هالشيء نقول لهم حاضر إن شاء الله. وطبعا اللي بيعاند بيعاند نفسه، يعني إذا بتعاند بتقول أنا لا أنا بعاند أخوي ما بسوي هالشيء، لا أنت عاند نفسك، أن لو بتضر بتضر نفسك. إذا أحبتي الأطفال، الاحترام باب للتواضع واكتساب ود الناس وإفشاء المحبة بينهم، عشان كذي علينا جميعا أن نحترم بعضنا البعض. وعندنا اتصال بسرعة بسرعة، وش نقول؟ ألو. ألو من قناة الظفرة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، معك عايشة. عايشة من وين أنت يا عايشة؟ من العين. من العين، والنعم في أهل العين كلهم، كل عام وأنتم بخير. وانت بألف خير. عايشة كم عمرك حبيبتي؟ عشرة. عشرة، العمر كله صايمة طبعا؟ صايمة. كم صار لك؟ كم صار لك تصومين الحين؟ كم سنة؟ 3 سنين. وتتعبين حبيبتي في الصيام؟ اي متعب. تتعبي؟ احنا كمان بنتعب. انيس انت بتتعب في الصيام؟ انيس صايم اليوم انت؟ صايم؟ زين سلم على صديقتنا. طيب عندك مشاركة حبيبتي؟ تقدرين تكلمينا عن الأخلاق؟ عندي معلومات عامة. معلومات عامة، تفضلي. أن الفيل يبكي عندما يكون حزين، وأن الحصان يموت إذا قطع ذيله، وأن الضوء أسرع من الصوت. صف قولها وسمعونا تحية. والسؤال يقول في أي سنة؟ في أي سنة للهجرة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في أي سنة للهجرة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 8 للهجرة، ولا 9 للهجرة، ولا 11 للهجرة؟ 11 للهجرة. شو تقولون انتو؟ اعطيها المايك. شو تقولين؟ 11 للهجرة. وانت شو تقول؟ 11 للهجرة. وانت شو تقولين؟ 11. اخر مرة؟ 11. انيس شو تقول؟ رقم 3. والصح، وتفوزين معانا بجائزة نقدية من قناة الظفرة، مبروك. وعندنا اتصال جديد، وش نقول؟ ألو من أطفال الدار. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، منو؟ حمدان جميل موسى. حمدان، أنت من وين يا حمدان؟ من دبي. من دبي، والنعم في أهل دبي، دبي دار الحي. حمدان أحس فيك متحمس. هي متحمس وايد. يعني لو جاوبت صح وأنا فوزتك طبعا، وأصدقائي بيفوزونك، وأنيس وقناة الظفرة بتفوزك، شو بتسوي إذا فزت؟ بفرح. بتعمل لنا هي؟ هيه. وإذا ما عملتها؟ لا بعملها إن شاء الله. خلاص اعملها، وخلي هلا أمك وأبوك كلهم يقعدوا جنبك عشان يشجعونك، صح؟ يلا سمعونا تحية. عندك مشاركة حبيبي؟ هيه عندي. قول حبيبي، تفضل. الله هي دار زايد كيف محلاها، يا ناس حلوة وقلبي ومن فيها، كل القمر يوم يظهر من محياها، في غاية حسني يسلم صف باليها، في أرضي رب العرش سواها، ضاق صدرات والنفس في أراضيها، شوفوا زعيم كمل تسرين نواظر من أولها لأقفاها، حلوة وزايد
أكثر محليها. الله يرحم شيخنا زايد، وشكرا حبيبي. سمعونا تحية، سمعونا. السؤال يقول: في دار من كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع سرا بأصحابه في مكة قبل الجهر بالدعوة؟ عرفت السؤال؟ في دار من، في دار من كان الرسول، وخلي عينك علي، دار الأرقم، بساعدك بساعدك، خلي عينك معاي. في دار من كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع سرا بأصحابه قبل الجهر بالدعوة؟ دار الأرقم. ورقة ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل، ولا الأرقم ابن أبي الأرقم؟ الأرقم ابن أبي الأرقم، الأرقم ابن أبي الأرقم. هلا هلا، الأرقم ابن أبي الأرقم، لما أنا عملت لك هيك، ها؟ الأرقم ابن أبي الأرقم، ولا عبد الله ابن بن أريقة؟ منو؟ شو تقولون يا أطفال؟ خلي أطفالنا يشاركونا. من تقولين؟ الجواب الثاني. جواب الثاني؟ وانت شو تقول؟ جواب الثاني. محمد شو تقول؟ جواب الثاني. كلكم تقولون الجواب الثاني؟ شو تقول آخر مرة؟ الأرقم، الأرقم ابن أبي الأرقم. وصح، وتفوز معنا بجائزة نقدية من قناة الظفرة. ما سمعتني صوتك. إيه. أقوى. مبروك، ألف مبروك. وعندنا اتصال يا أطفالي، وش نقول؟ ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. توت توت توت، انقطع. وعندنا اتصال أعتقد، وش نقول؟ ألو. 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 توت 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 توت. سمعونا تحية لكل الأطفال اللي قاعدين يتصلون، ونقول ألو يا مريم. شو نقول؟ ألو. ألو. ألو مريم. مريم. ألو. ألو. ألو مريم. أنيس سوي لها باي. أنيس. ألو. مريم. معك. كيفك يا مريم؟ الحمد لله تمام. كيفك؟ من وين أنت يا مريم؟ من وين؟ من العين. من العين، والنعم فل العين، ما شاء الله صاروا أصدقنا وايد من العين. كم عمرك يا مريم؟ 13. العمر كله مريم انت صايمة صح؟ اكيد. تساعدي امك في المطبخ؟ طبعا. شو بتعرفي تساعدينها؟ شو بتساوي؟ انا بساعدها هيك، يعني اذا احتاجت شيء هيك. بتعرفي تعملي سلطة؟ اكيد. اكيد بتقصي الخيار والبندورة والخس؟ شطورة، صفقولها. شو مشاركتك حبيبتي؟ بدي اقول حديث. حق مين؟ حديث. حديث. حديث شريف، تفضلي حبيبتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم له من ذنبه. اوصف قولها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: كم غزوة قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم غزوة قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ غزو، ثلاث غزوات، ست غزوات، تسع غزوات، تسع يمكن. شو تقولون؟ شو تقولون؟ حابة مساعدة. تسعة. تسعة؟ تسع غزوات؟ كنترول شو تقول؟ كنترول شو تقول؟ أي وحدة؟ لا 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 لا، ما بيصير. شو قلت انت؟ تسعة. تسعة، وانت شو تقولين؟ تسعة. انت شو تقول؟ تسعة؟ مريم؟ نعم. مريم وينك يا مريم؟ انت صايمة؟ مريم نايمة صح؟ مريم آخر مرة الجواب شو؟ تسعة غزوات. وصح، وتفوزين معنا في قناة الظفرة. تفوزين معنا بجائزة نقدية، ألف ألف مبروك. ونرجع مرة ثانية إلى أطفال الدار الموجودين معانا في الاستوديو برفقة صديقنا المهرج أنيس. يلا نرجع مرة ثانية نتكلم عن الأخلاق الحميدة. أعطيني قصة، قصة صارت لك مثلا.
ما عندك صديقات صار معاهم مواقف في المدرسة؟ لا صار. قولي لنا. قولي لنا. مرة في بنت تصرخ على الأبلة وتسبها وكذي، لأن الأبلة حطتها درجة محلو في الامتحان. زين. بعدين الأبلة قالت لها احترمي احترمي أنا أبلة اعتبريني نفس أمك. قالت لها أنت مو نفس أمي. بعدين وديتها عند الأخصائية. تمت يعني البنت. يعني علت صوتها على الأبلة وهي أكبر منها ولازم تحترمها، صح؟ صح. شو تقولون يا أطفال؟ صح اللي سوته ولا غلط؟ غلط صح؟ يعني معناته لازم المعلم مالنا نحترمه. أحبتنا الأطفال الدار، أذكر بسؤال التواصل الاجتماعي لأصدقائنا اللي يشاركون معنا عبر هاشتاك أطفال أندرسكول الدار وفيسبوك أت الدفرة تي في. والسؤال يقول: ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما بالنسبة للأطفال اللي يرغبون في المشاركة هاتفياً فرقم الهاتف يظهر الآن على الشاشة عشان ناخذ اتصالاتكم وتاخذون جوائزنا. وقبل ما ننهي هاي الفقرة وننتقل لفقرتنا التالية نشوف منو من الأطفال الموجودين منا يعشق الألوان وريشة الرسم. يلا منو فيكم يحب يرسم؟ ارفعوا ايدكم. منو؟ منو اللي يعرف يرسم؟ انت محمد؟ تعال عند محمد. محمد انت شاطر في الرسم؟ ما شاء الله عليك، شو تعرف ترسم؟ إمارات وولد. إمارات وولد؟ طيب ممكن تتفضل وتروح للكرسي أنيس وده وترسم لنا؟ وراح نراوي كل المشاهدين اللي معانا حاليا قاعد يشاهدونا رسمتك. أناشيد وقصص أطفال الدار في استوديو قناة الظفرة وفي منازلهم وحب الوطن عنوان الفقرة التالية، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم أحبتنا الصغار أطفال الدار وشعارنا دوم المرح والأسئلة والجوائز. كل طفل يشارك معنا عبر الهاتف اللي قاعدين تشوفونه الحين على الشاشة راح يحصل على جائزة نقدية. وأصدقائنا اللي يشاركون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لهم أيضا جوائز نقدية بإجابتهم على السؤال اللي يقول: ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحين خلونا نروح لفقرتنا الثانية، بلادي الإمارات. أطفال الدار وكلامنا عن بلاد الإمارات. يلا منو يقول لي وين موجودة أطول سارية علم في الدولة؟ تعرفين؟ خلنا نسألها. في دبي. مو أدري. أطول سارية علم في الدولة، دولة الإمارات. أنت تقولين دبي؟ متأكدة؟ يلا خلنا نشوف صديقنا الثاني. أطول سارية علم في الإمارات كلها، أطول واحد. طبعاً كل إمارة عندنا فيها علم كبير، بس أطول شارجة. واحد. شارجة. شارجة، أنت تقول شارجة؟ هي. أكيد حبيبي. يلا خلنا نشوف الثاني. أي أنيس بتطيحني. يلا أطول سارية. أبو ظبي. أبو ظبي؟ أنت تقول أبو ظبي؟ كيف عرفت إن أبو ظبي؟ منو قال لك؟ مرة صرت هناك. رحت هناك؟ وين وشفت العلم الطويل ما شاء الله؟ شفته؟ طيب خلنا نسأل صديقنا وبنرجع لك. أطول؟ أبو ظبي. أبو ظبي؟ متأكد؟ لأنك شفتني أنا قلت له صح؟ عموما تحية كبيرة لكم كلكم. احنا الحين عرفنا أن أطول علم وين موجود؟ أطول سارية علم؟ وين؟ أبو ظبي. صح. طيب وين موجود أعلى برج في الإمارات؟ وشو اسمه؟ برج خليفة. يلا واحد واحد أنيس. نسمع. أطول برج؟ برج خليفة. برج خليفة وين موجود؟ في دبي. في دبي؟ متأكد حبيبي؟ هي. مش في أبو ظبي؟ لا. متأكد؟ شغل مخك. هي متأكد. متأكد. طيب خلنا نسمع صديقتنا الحلوة. أيوة. برج خليفة. برج خليفة وين؟ في دبي. في دبي؟ متأكدة؟ متأكدة. لأن من شهر تقريباً طلع برج جديد. لا. أبداً أبداً. أبداً. لأن ما شاء الله الإمارات على طول تزدهر، على طول بنايات ورا بعض.
متأكدة؟ يلا خلنا نجمع صديقنا خطاب. برج خليفة. برج خليفة؟ متأكد حبيبي؟ مش برج العرب؟ مش برج العرب؟ أكيد؟ منو أطول، برج خليفة ولا برج العرب؟ برج خليفة. برج خليفة؟ إيه. ما أدري، أنا أحس إن أنتوا اليوم يعني قاعدين تحيروني، متأكدين؟ روح أليس خلنا نشوف صديقنا الأخير. عبد الله. برج خليفة. يا عبد الله، عبد الله، يعني مو بلازم تسمعهم قالوا برج خليفة تقول برج خليفة. شوف برج العرب. معقولة برج خليفة أكبر أطول من برج العرب؟ شو؟ شو؟ يعني شو؟ متأكد أن برج خليفة هو الأطول؟ وأنتوا صح وكلكم صح، وسمعوني تحية لكم. منو فيكم راح برج خليفة؟ أنت؟ حبيبي خلي أنيس روح عند صديقنا اللي قاعد يرسم. شو تقول حبيبي؟ شو؟ رحت برج خليفة زرته؟ ما رحت. طيب شو كنت حابب تقول لي؟ عن الرسمة؟ عن الرسمة؟ شو فيها الرسمة حبيبي؟ ولد. ولد؟ طيب وهالولد شو يسوي؟ يلعب بالكورة. يلعب بالكورة؟ وشو؟ كأس العالم؟ وأي واحد فيهم؟ أنت منو تشجع حبيبي في الكورة؟ مدريد. مدريدي صبقولة. طيب طيب، وهاي الكورة لونها أحمر. أنا لا لا، خلي 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 يكمل. بتكمل حبيبي بعد ولا بسك خلاص؟ يلا تعال تفضل، يلا ببوس روح. سمعونا تحية لصديقنا محمد، وراح نشوف بعد شوي الرسمة اللي رسمها لنا. ما شاء الله طفل وقاعد يلعب كرة. تمام، شفتوا الرسمة حلوة؟ شو رأيكم؟ حلوة. تقدرون ترسمون نفسه؟ بس المدريدي ما يلبس قميص أحمر صح؟ بس ما شاء الله عليك، روعة روعة روعة. شوفوا مشاهدينا أصدقائنا الأطفال اللي قاعدين يتابعون حلقة أطفال الدار، ترى احنا كل يوم بنشوف حد موهوب من الأطفال متواجدين ويانا وبيرسمونا، وطبعا هاي الرسومات نخليها عندنا في قناة الضفرة ونبروزها. وجدان حبيبتي تعرفين ترسمين؟ شنو يعني؟ تقدرين؟ يلا تفضلي وجدان، وتعال تعال خليك يمبي. وعندنا اتصال، ايش نقول؟ الو. او الو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. معك ملك. منو؟ ملك. ملك، حلو اسمك ما شاء الله. انت ملك؟ نعم. يعني مثل اسمك انت ملك؟ اه. كل عام وانت بخير. وانت بخير. من وين حبيبتي يا ملك؟ من ابو ظبي. ابو ظبي، والنعم في هالابو ظبي كلهم وهالامارات وكل اللي قاعدين يشاهدونا ويتابعونا عبر قناه الضفره، وسمعونا تحيه لهم. عندك مشاركه؟ الانسان لازم يتحلى بالاخلاق الكريمه والحسنه مثل الصدق، الامانه والشجاعه والكرم. صح. وبعد؟ والله انك شطوره صفقولها. سؤالنا يقول، اين يوجد مسجد الشيخ زايد رحمه الله؟ اين يوجد؟ ابو ظبي. في اماره الفجيره؟ تاكدي تاكدي. في اماره الفجيره، في اماره ابو ظبي، او في حتى وين تقولين؟ في اماره ابو ظبي. اصدقائي شو يقولون؟ عطى المايك. ابو ظبي. تقول ابو ظبي؟ انتوا شو تقولون اصدقائي؟ الفجيرة. الفجيرة؟ انت شو تقول؟ محمد. برج خليفة. برج خليفة. صح. وانت شو تقول؟ ابو ظبي. طيب مسجد الشيخ زايد الكبير الله يرحمه وين يا انيس؟ جواب رقم 2. وينك؟ وين رحتي يا ملك؟ نعم. شو تقولي حبيبتي اخر مره؟ شو تقولي جواب؟ ابو ظبي. وصح، وفزتي معانا، مبروك. فزتي معانا بجائزه نقديه من قناه الضفره، وصفقولها مره ثانيه.
شوفيك يا أنيس بتسوي لهم تيت تيت تيت، سوي مرة ثانية. يعني أنت فرحانة الحين بالفايزين؟ ما شاء الله، شفتوا أنيس يعجبكم أنيس؟ تحبونه؟ بس ما يتكلم، ما يتكلم. استحي، خجول، صفقوا لأنيس. عندنا اتصال، وعندنا اتصال. ايش نقول بسرعة بسرعة؟ ألو. صح صح وياي. ألو يا ياسين. ألو. ألو. صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. منو معاي؟ صفاء محمود. صفاء، من وين انتي يا صفاء محمود؟ من الشارقة. من الشارقة، أهلا وسهلا بالشارقة وأهل الشارقة، وكل عام وانتم بألف ألف خير. وانتي بخير خالتو. حبيبتي خالتو، والله حلوة خالتو، سمعتي شو قالت؟ طيب، حافظة قرآن؟ عندي مشاركة عن شهر رمضان. تفضلي تفضلي. شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين عن باقي شهور السنة الهجرية. صح. وهو شهر الصوم، يمتنع فيه أيام المسلمون عن الشراب والطعام وفعل السيئات. صح، وصف قولها. السؤال يقول، ما اسم القلعة التاريخية التي تقع في العين؟ ما اسم القلعة التاريخية التي تقع في العين ويعود تاريخ بنائها إلى عام 1891؟ قلعة الحصن، قلعة المريجيب، قلعة الجاهلي. شو تقولين؟ ساعدوني يا أطفال. ما اسمه؟ مساعدك؟ مساعدك؟ نعم. الكنترول شو تقول؟ يلا قولوا لي أول. شو هي؟ شو هي؟ ما اسم القلعة التاريخية التي تقع في العين ويعود تاريخ بنائها إلى 1891؟ قلعة الحصن، قلعة المريجيب، قلعة الجاهلي. شوف أصدقائي شو يقولون؟ شو تقولون أنتو؟ في العين، ها؟ في العين. الحصن. الحصن؟ أنت شو تقول؟ محمد تعال بقول لك شيء، تعال. اركض اركض اركض، تعال هني. الجاهلي. أنيس تعال. الجاهلي. أنيس تعال عندي. محمد راح يجاوب على السؤال، وش تقول؟ جاهلي. شو تقول؟ جاهلي. قلعة الجاهلي. وشو تقولين انت؟ الجاهلي. ومبروك، ألف مبروك، وفزتي معانا بجائزة نقدية من قناة الضفرة، وسمعينا صوتك. شكرا. عفوا عفوا، باي. انت شطور يا محمد. عندنا اتصال، وش نقول؟ الو من قناة الضفرة. الو. الو. الو، منو؟ ياسين احمد. ياسين؟ انت صايم يا ياسين؟ ايوه. مالك يا ياسين؟ ليش تتكلم هيك يا ياسين؟ الو؟ الو. الو ياسين. شو اخبارك؟ الحمد لله. كل عام وانت بألف خير، رمضان كريم. الله يبارك فيك. تحب برنامج أطفال الدار؟ ايوه. شو رايك في اصدقائي الحبوبين اللي معايا؟ حلوين. حلوين؟ وانت حلو، عينك احلى. عندك مشاركة حبيبي؟ ايوه. شو؟ شو مشاركتك حبيبي؟ اغني. اغني. ما عندك قرآن؟ قرآن؟ ايه؟ بقرأ. يلا اقرأ لنا سورة صغيرة من القرآن، لأن احنا الحين في شهر رمضان الكريم. سمعني حبيبي، شو نقول لما حد يقرأ القرآن؟ شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صفقولة. سؤال يقول، لأية إمارة تتبع منطقة قدفع؟ لأية إمارة تتبع منطقة قدفع؟ إمارة الفجيرة، إمارة عجمان، أو إمارة الشارقة؟ شو تقولون؟
شو تقولون؟ ساعدوني الفجيرة. ساعدوه حبيبي هذا ياسين. أنت تقول فجيرة؟ زين وأنت شو تقول؟ فجيرة. الشارجة؟ تعال تعال تعال. ياسين خلي عينك علي ها؟ فجيرة. تعال بقول لك. الفجيرة. قول له؟ الفجيرة. سمعت الجواب؟ أيوه. شو؟ الفجيرة. الفجيرة والصح وتفوز معانا. تفوز معانا بجائزة نقدية من قناة الضفرة. ألف ألف مبروك. وعندنا اتصال أخير وش نقول؟ ألو 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 منو؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة يا محمد، شو أخبارك؟ الحمد لله. وين أنت محمد؟ من عجمان. أنت في عجمان؟ أنت وين الحين في البيت؟ آه. قاعد تتابعنا؟ آه. أنت تتابع قناة الضفرة؟ نعم. كل يوم كل يوم؟ كل يوم. شو رأيك في برامجنا حلوين؟ حلوين. لا تستحي، حلوين برامجنا؟ حلوين. شو تحب أكثر شيء من برامجنا؟ أطفال الدار. أطفال الدار، صدقوا له. تشارك حبيبي، عندك مشاركة؟ عندك مشاركة؟ لا ما عندي مشاركة. طيب السؤال يقول ما هو أعلى جبل في الإمارات؟ ركزوا يا أطفال ركزوا عشان أنتوا بعد بتجاوبون وتساعدونا. ما هو أعلى جبل في الإمارات؟ جبل الحفيد، جبل علي، جبل الجيس. شو تعرف؟ خلي يقول. جبل حفيد. جبل حفيد. جبل حفيد أنت تقول؟ كنترول شو تقول؟ جبل حفيد. جبل علي. طيب أساعدك؟ عرفت الجواب أيوة. ولا ما عرفت؟ ساعديني. أساعدك؟ آه. طيب بنعيد الخيارات. جبل حفيد، جبل علي، جبل الجيس. الجيس 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 الجيس. بغني لك اياها. الجيس. جبل الجيس. جبل الجيس قال جبل الجيس. انزل شو تقولون؟ حفيد. انيس شو تقول؟ ثلاثة وصح وفزت معانا بعلبة شوكولا. علبة شوكولا هالقد من أمندين للشوكولا والزهور. مبروك مبروك. ألف 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 مبروك. عندنا اتصالي كنترول ولا ما عندنا؟ طيب أذكر جميع أصدقائي الأطفال وخاصة اللي يبون المشاركة في البرنامج الاتصال على الأرقام اللي تشوفونها على الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة على السؤال اللي يقول ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والفائز معانا يحصل على جائزة نقدية من قناة الضفرة. صح، وراح نعلن عنه في حلقة الغد بحول الله. وما زالت مساحة المرح والتسلية والمعلومات مفتوحة أمامنا مع أطفال الدار، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم أعزائنا الصغار، وتحية لأطفال الدار في الاستوديو ومن المشاهدين. أذكر أطفال الدار المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك أطفال أندرسكور الدار وفيسبوك آت الدفرة تيفي للإجابة على سؤال حلقة اليوم اللي يقول ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وراح نعلن عن الفائز في حلقة الغد. والحين نروح لفقرتنا الثالثة اللي راح تكون من وحي تراث الإمارات. ورجعنا لكم أحبائي الصغار في برنامج أطفال الدار، ويلا يا أنيس خلنا نشوف أصدقائنا في الاستوديو ومشاركاتهم. بس أول شيء خلنا نشوف صديقتنا الحبوبة وين وصلت. خلصتي؟ ما شاء الله عليك. شو رسمتي حبيبتي؟ بنت ماسكة علم الإمارات. بنت ماسكة علم الإمارات، وحيوها. الحين تقدرين ترجعين مكانك ممكن؟
يلا خلينا نشوف الرسمة حبيبي. أشوف ما شاء الله. تشوفوا أعزائي المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا أصدقاء أطفال الدار، شوفوا شوفوا الرسمة، بنية حلوة ما شاء الله وماسكة علم الإمارات. تعالي. شكرا حبيبتي على هاي الرسمة اللي هديتيها لقناة الضفرة. شوفوا حلو. يلا أحبائي أطفال الدار، قبل نشوف أنيس. أنا أنيس قهرني أنيس، ليش اليوم أنت ما سويت أي شيء ولا حركات ولا أي شيء؟ ليش؟ شو؟ شو فيك؟ شو ها؟ ما فهمت، فهمني. جوعان؟ فاطر ولا صايم؟ بيني وبينك لازم نصوم، هذا شهر رمضان. شوف أصدقائنا اللي قاعدين يتابعونا كلهم صايمين ما شاء الله، صح؟ وسمعونا تحية لأنيس. وهالحين أذكركم أنكم تقدرون المشاركة معنا عبر الهاتف يوميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا مشاهدينا قربت تخلص، وقبل لا نودعكم نذكركم بسؤال مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شاطرين. والفائز راح نعلن عنه في حلقة الغد. بالنسبة للفائز عن سؤال حلقة أمس واللي يقول من أول من حي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والجواب هو شو تقولون؟ ساعدوني. الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. ونعلن عن الفائز بعد شوي، والحين قاعدين ننتظر اتصالاتكم. طيب نتكلم عن التراث، تراث الإمارات. تعرفين شيء عن تراث الإمارات؟ لعبة قديمة، مثل قديم تراثي، لعبة شعبية. شو؟ لعبة الحجر. لعبة الحجر، كيف يلعبونها؟ يحطوا حجرة في ايدهم ويلعبوا فيها ويمسكوها من هنا. ايوه كذي، ها؟ وساعات تطيح على الراس وعلى العين، انا صارت لي قبل كنت صغيرة. شو اسمها اللعبة هاي؟ ما اعرف اسمها بس اني اعرفها. بس هي لعبة تراثية قديمة، عندك مثل؟ مثل تراثي؟ لا. أغنية تراثية شعبية مال الإمارات قديمة؟ تعرفين؟ مو متذكرة. نشيد؟ يلا طيب حيوها حيوها، نروح عند صديقنا. تذكري ها، تذكري. عموما حتى لو ما تذكرت هي تعتبر فايزة، وكلكم فايزين طبعا لأنكم في قناة الضفرة، بس لأن ما شاء الله رسمتنا هاي الرسمة الحلوة احنا عاذرينها حتى لو ما قدرت تقول لنا مشاركة من عندها. ومعنا اتصال، شو نقول؟ ألو. ألو من قناة الضفرة. ألو. 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 كم عمرك؟ 5 سنين. عبد الرحمن أنت؟ 5 سنين، ما شاء الله عليك. تصوم حبيبي؟ نعم. نعم؟ هل تحفظ القرآن؟ فيك يعني تقدر الحين تسمعنا القرآن؟ صورة صغيرة؟ قرآن. طيب أي صورة بتقرأ لنا؟ سورة النصر. النصر؟ تمام، يلا شو نقول قبل القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وتفضل حبيبي. لا أنا بنصر الله الناس يدخلون في دين الله أفرج أسبح بحمد ربك إنه كان مستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وصفقولة ما شاء الله عليك. وبعد شو تعرف حبيبي؟ تعرف شو معنى؟ أنا أحبك يا خالتي كثير. عيد عيد، ما سمعت. أنا أحبك يا خالتي كثير. وأنا بحبك يا حبيبي أنت، والله حبيبي. أمح، عطوا تحية، عطوا. أنا كمان بحبك وبحب كل اللي بيتصلوا وباللي بيحبوا قناة الضفرة، أنا بحبهم كمان. أنا راح أفوزك عشان هالكلام الحلو اللي قلت لي إياه. شو حبيبي؟ بوصلت نظيفة. شو قال؟
ما فهمتك. صوتي شاهدة. ها؟ بحبك يا شادية؟ أنا كمان بحبك وفزت معانا بشو؟ بجائزة نقدية من قناة الضفرة. مبروك مبروك. لا تقولوا لي بحبك يا شادية، إذا قلتوا لي بحبك راح أفوزكم، بابا بتصير مشاكل، راح أعطيكم كل شيء. يلا وعندنا اتصال، ايش نقول؟ ألو ألو ألو، بكل حب وبكل مودة من قناة الضفرة. ألو ألو ألو، معك لين. ريم؟ لين. لين، من وين أنت حبيبتي؟ من أبو ظبي. أبو ظبي، والنعم فيك والنعم في أبو ظبي. واتصلوا اتصلوا، ترى احنا وايد نستانس على اتصالاتكم. عندك مشاركة حبيبتي؟ لا، قالت ما عندها مشاركة. شو نقول؟ ما تحفظين قرآن؟ ايه حالته. طيب سمعينا سمعينا سورة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة، لا لا لا، لازم احنا نفتتح القرآن. شو نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. حبيبتي شو تعرفين عن الأخلاق الطيبة؟ شو تعرفين وعن الاحترام؟ يعني الواحد لازم يحترم أمه وأبوه. أمه وأبوه بس؟ كل الناس. كل الناس صح، الفقير واللي ما نعرفه صح، واللي أكبر منه إيه؟ واللي أصغر منه صح. وأهم شيء أول شيء رضا الوالدين، رضا الوالدين، نحترم والدينا أمنا وأبونا، نحبهم على راسهم وعلى إيدهم وناخذ رضاهم، واللي يقولون لنا إياه نسمعه. بعد كلميني كلميني عن الأخلاق. شو الأخلاق؟ الاحترام. صار لك موقف في المدرسة مثلا مع صديقاتك إن مثلا حد ما احترمك وزعلتي منه؟ لا، أنا محبوبة. محبوبة، وصفقوا لها. والسؤال يقول ما السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ سورة البقرة، سورة الإخلاص، سورة الفاتحة؟ شو تقولون انتو؟ حلو، شو تقولون؟ البقرة. البقرة؟ انت شو، انت شو تقول؟ بقرة. انت شو تقول؟ أحد. ها؟ الأخ... الإخلاص؟ الإخلاص؟ تعال تعال جنبي، تعال تعال، خليك هني، تعال شوف بقول لك في أذنك، تعال. الإخلاص. اسمعي الجواب. الإخلاص. ألو؟ الإخلاص. الإخلاص؟ والكنترو شو يقول؟ كنترو شو يقول؟ الإخلاص. وقولها شو؟ مبروك، قولها مبروك. مبروك. مبروك، ألف مبروك، وفزتي معانا، فزتي معانا. شو بنفوزها يا كنترول؟ شو بنفوزها؟ شو بنفوز؟ وفزتي معانا بجائزة نقدية، مبروك، ألف ألف مبروك. حلقتنا مشاهدينا قربت تخلص، وقبل لا نودعكم نذكركم بسؤال مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والفائز راح نعلن عنه في حلقة الغد. بالنسبة للفائز عن سؤال حلقة أمس، واللي يقول من أول من حيى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. والفائز بجائزتنا هو، هو لحظة لا تتكلمون، الفائز بجائزتنا هو زينة دياب أبو عواد من الشارقة. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا، لا تنسون تشاركون ويانا في البرنامج عن طريق الحجز أو عبر المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك أطفال أندرسكور الدار وفيسبوك أت الدفرة تيفي، وجائزة كل واحد منكم في الانتظار. وحتى نتلاقى باكر بحول الله، أقول لكم فمان الله، وش نقول؟ باي. باي، مع السلامة.